وقعد لا راح هنا ولا راح ليه ليه ريال ما جيت لسه قفلتش يعني الاتجاه لي كده ليه؟ لا انا رايي انه ممكن لا على فكره لو مبابي يتحرك اي وقت صلاح ممكن يخش مخالفك ان بي اس جي مش هيخسروا لعيب جامد ومش هيجيبوا لعيب جامد انا ما زلت مصر إن, ان ان وعارف كويس جدا ان ملاك باريس سان جيرمان واداره باريس سان جيرمان بيحبوا محمد صلاح جدا وعايزين نفسهم ان محمد صلاح يروح ده اللي انا دي المعلومات اللي طبعا عندي. بس انا متاكد ان محمد صلاح الثاني في ليفربول على فكره محمد صلاح لو ماشي من ليفربول مش هيقول لك يا سيف ما تفتكر ان هو مثلا يقعد معاك على المركب يقول لك انا هروح ليفربول صلاح راح بي اس جي لا انا قصدي انا ما عرفتش منه انا ما عرفتش هو هيقول على المركب هو هيقول للرئيس مثلا ان انت انا رايح بي اس جي ولا مش هقول هم بيتغدوا سمك قعدة سمك مع بعض لكن انت لسه عند كلامك انا بقول ان حتى لو ما راحش الصيف ده هيروح الصيف الجاي ما تقعدش تلعبنا لا ولو ما راحش السنه دي هيروح اللي بعده انا بقول لك مش هيروح انا بقول نادي واحد وانا بقول محمد صلاح في ليفربول هيطول وجهه نظري ماشي انت وجهه نظرك ان هو هيروح ماشي حسب وجهه نظرك لو راح بي اس جي طب ها اللي انت عايزه انا جاي معاك في اللي انت اكيد سمك اكيد هديك 20000 جنيه انا والكرو كله هديك 20000 جنيه ها هديك 20000 جنيه ودي نصور لعبه